هنروح دلوقتي برضو لحاجة مهمة، زي ما النادي الأهلي ومجلس إدارته بيهتم بالفريق الأول، بيهتم بقطاعات الناشئين بكل الفرق. النهاردة عندنا اهتمام من نوع آخر، وهم براعم النادي الأهلي. النادي الأهلي بيشترك في بطولة ودية دولية في دبي، بيشترك فيها براعم النادي الأهلي مواليد 2006. 2006 طبعا يعني موجود مع البعثة المهندس محمد سراج رئيس البعثة، طلع معاهم الكابتن فتحي مبروك، وما شاء الله يعني عملوا إنجاز النهاردة حلو جدا. كان عندهم مباراة مع الوحدة الإماراتي وفاز فيها النادي الأهلي براعم النادي الأهلي 4-0. أحرز الأهداف عمر سيد معوض ابن كابتن سيد معوض هدفين، ومحمد شريف هدف، ومحمد أحمد سعد الشهير بالشيبة هدف. معانا دلوقتي على التليفون من دبي المهندس محمد سراج، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس بعثة النادي الأهلي في دبي. ازيك يا باشمهندس؟ ازيك كابتن أسامة، أخبارك إيه؟ تمام والله الحمد لله. تحياتي لحضرتك وكل السادة المشاهدين. طمنا بقى، قول لنا أخبار البعثة، بعثة براعم النادي الأهلي 2006 في دبي إيه؟ لا والله الحمد لله، يعني حتى الواحد مش عايز يسأل عليهم براعم، اللي هم يعني ما شاء الله عليهم كلهم فاتحين النوم وقد الحدث والرجاله. تمام. وانا قلت لهم حتى يعني واحنا طالعين كله طالع بجديه، يعني والله سن 13 سنه بس يعني ما فيش بينهم اللي هو طالعين مثلا باستهتار او بهزار، لا كله في جديه، في روح النادي الاهلي، في تحمل المسؤوليه. فهم ما شاء الله عليهم، يعني ان شاء الله يا رب يبدا يوم خير، يعني اول مباراه ليهم لعبوا كويس. النهارده كانت اول مباراه كانت مع الوحده الاماراتي وفاز النادي الاهلي 4-0 يا باشمهندس. مظبوط مظبوط كده، صح كده. عندكم مباراه النهارده تاني صح الساعه 7 مساء؟ عندنا بالظبط النهارده مباراه ثانيه، هي المجموعه كابتن اسامه 4 فرق، والنادي الاهلي ومعانا الاسباني وليفانتي الاسباني والوحده، واحنا عندنا تاني مباراه مع سيلتا فيجو النهارده الساعه 7 ان شاء الله. ان شاء الله بنتمنى لكم فيها التوفيق ان شاء الله، يعني براعم النادي الاهلي دول مستقبل النادي الاهلي. صح. الاهداف بقى، الاهداف اهداف مجلس الاداره طبعا، اهداف قطاع الناشئين ان براعم صغيرين عندهم مثلا 12 سنه انهم يشتركوا في بطوله دوليه. دي يا باشمهندس صح، هو فعلا دي سياسه طبعا مجلس النادي الاهلي وكابتن الخطيب، ان هو يدي الفرص لكل الفرق الناشئين عندنا، يعني هو عنده اهتمام كبير في القطاع الناشئين في مختلف الالعاب، ان هم دول مستقبل النادي. يعني احنا دايما لما بنيجي نرسم سياسه للالعاب الرياضيه في النادي الاهلي بنرسمها اكيد للفرق الحاليه، وبتبقى طبعا اهتمامك الاكبر باللي جاي وبالمستقبل. فبنحاول على قد ما نقدر نوفر الفرص والاحتكاك المناسب لكل الفرق، واعتقد البطوله دي هي في السن ده تعتبر هي الاقوى، يعني تمام، وما فيش التجميعة دي، يعني في 20 فريق من اقوى فرق العالم. ابرز الفرق المشاركه يا باشمهندس؟ في برشلونه، تشيلسي، ريال مدريد، يوفنتوس، في فرق قويه جدا مشاركه، وفي سانتوس برازيلي. فطبعا يعني احتكاك اكيد هيكون قوي للفرقه وللولاد، حتى الفرق اللي هي يعني زي اللي معانا زي سيلتا فيجو او فانتي، فرق قويه جدا على يعني على مستوى الناشئين كمان. تمام. وان شاء الله يكون احتكاك كويس ليهم، وهو زي ما قلت لك هم واخدينها جد وبيلعبوا بروح النادي وبيلعبوا مع بعض كويس، فان شاء الله يعني يستفيدوا بيها باذن الله. اجتمعت مع اللعيبه يا باشمهندس؟ يا كابتن اسامه؟ اجتمعت مع اللعيبه مع براعم النادي الاهلي؟ احنا قعدنا. ابرز النصائح بقى. والله احنا قعدنا طبعا امبارح كان اول تمرين ليهم، احنا وصلنا امبارح فكانت اول تمرينه ليهم في نفس المكان في سبورت سيتي في دبي، وطبعا كان في كلمه مني وكلمه طبعا من الكابتن فتحي مبروك مدير قطاع الناشئين، وطبعا كابتن جمال السيد معاهم طبعا في النواحي الفنيه، يعني كلنا كلمناهم بنفس المفهوم. وانا بالنسبه لي طبعا كان كل كلامي ليهم ان احنا جايين هنا بنمثل النادي الاهلي، احنا مش صغيرين، كلكم رجاله وكبار، وانا يعني شايف فيكم الروح دي وعلى وشوشكم الجديه من اول ما طلعنا على الطياره فعلا. فانا قلت لهم كل ده، وقلت لهم ان انا يعني منتظر منهم ان هم يلعبوا بروح النادي، ومنتظر منهم ان هم ما يبقاش في تكتيف، يعني هو يلعبوا هم جايين البطوله يلعبوا لعب النادي الاهلي ويستمتعوا، وفي نفس الوقت يحافظوا على اخلاقيات النادي، ما حدش
يخش في يعني يبقى في روح رياضيه بينهم وبين الفريق اللي قدامهم، تمام. يعني حتى لو حصل اي حاجه خارجه يتمالكوا اعصابهم لانهم بيمثلوا اكبر نادي في مصر وافريقيا. ويعني كان كل كلامنا في كده، والحمد لله هم النهارده لعبوا بروح ولعبوا كويس. بالرغم يعني ربنا يوفقهم طبعا ويرجعوا بكاس البطوله، ودي تبقى حاجه يعني حاجه كويسه جدا، حتى لو ما حصلهمش التوفيق فده في حد ذاته انهم يكونوا موجودين في حدث كبير مع فرق كبيره وعالميه، فده في حد ذاته برضو مكسب كبير لبراعم النادي الاهلي يا باشمهندس. بالظبط يا كابتن اسامه، بالظبط. ويعني كمان ده يعني يعظم دايما اسمه مكانه النادي. النادي الاهلي يعني ما اتعملت بطوله زي كده ومنظمه بالدبي سبورتس كونسل، منظمه من الاكاديميات الاسبانيه اللي موجوده هنا في بقياده او برئاسه هو سلجادو، هو اللي ماسك الاكاديميات الاسبانيه اللي هنا. الحقيقه هو مع دبي سبورتس كونسل هم حرصوا ان هم يبعتوا دعوه للنادي الاهلي، يعني النادي المصري والافريقي الوحيد اللي مشارك او اللي ما بعتش له دعوه مع الفرق العالميه دي. فدي برضو بتعظم فعلا النادي الاهلي كبير بفريقه الاول وكبير بناشئيه وكبير باي حد بيمثله. تمام، دايما النادي الاهلي هيفضل كبير سواء بالفريق الاول او بكل فرق الناشئين، وبنتمنى لكم ان شاء الله التوفيق في بطوله دبي الوديه الدوليه يا باشمهندس. شكرا جزيلا للمهندس محمد سراج، عضو مجلس اداره النادي الاهلي ورئيس بعثه النادي الاهلي المشاركه في البطوله الدوليه الوديه في دبي.